يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم طبعا مهمة جدا جدا، وخصوصا ان احنا فرحانين ومبسوطين بتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا اللقب الغالي الغائب عن الفريق. وان شاء الله في تحركات وسعي كبير جدا جدا من خلال لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للفوز بهذه البطوله المنتظره. عندنا كلام كتير جدا بصراحه بخصوص مباراه الامس، مباراه الهلال السوداني، وكانت مباراه في الحقيقه صعبه جدا، وتفاصيل عديده هنتكلم فيها. ضيفنا العزيز النهارده في الجزء الثاني من حلقه اليوم الاستاذ طارق عوض، الناقد الرياضي بالجمهوريه. في البدايه نشوف اهم عناوين حلقه النهارده، يلا بينا. بعد العودة من السودان الأهلي راح اليوم ويبدأ الاستعداد لبيراميدز غدا. كاف ينتظر تقرير الحكم لتحديد عقوبات الهلال السوداني. فحص طبي لأحمد فتحي قبل مران الفريق غدا. اتحاد الكرة يدرس تأجيل قمة الدور الأول بسبب إفريقيا والسوبر. لجنة من الفيفا تصل خلال أيام لتحديد مصير الفار في الدوري. وصلاح يقترب من فاردي في المنافسة على أهداف الدوري الإنجليزي. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. تعادل امبارح غالي جدا ونقطة غالية في مشوار النادي الأهلي بالتحديد بعد انتهاء دور المجموعات، ونقطة أهلتك مباشرة لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. دايما الهدف مش بس التأهل، الهدف مش تخطي دور من الأدوار، لا، الهدف معروف ومحدد بالنسبة للجميع، سواء جماهير، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، وهو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى هذا الموسم بعد غياب حوالي 6-7 مواسم عن النادي الأهلي. وبالتالي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في المشوار اللي لسه طويل جدا والأهلي جاهز فيه لأي مواجهة، ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها. لكن بالتحديد نبتدي بمباراة الأمس. مباراة كانت عصيبة زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا. النادي الأهلي أدى بشكل جيد جدا، فعلا أدى بشكل جيد جدا. كنا احنا نفس الناس اللي انتقدنا أداء النادي الأهلي واتكلمنا بخصوص مستويات بعض اللاعبين خلال مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي تحديدا، وقلنا يا جماعة اللي عايز بطولة دوري أبطال أفريقيا لازم يبقى أفضل من كده، اللي عايز يفرح جماهيره لازم يأدي بشكل أقوى من كده. ده لما اتكلمنا بعد مباراة بلاتينيوم، وقلنا كمان اللي عايز يسطر تاريخ داخل القلعة الحمراء لازم يجيب بطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن بعد مباراة الهلال امبارح عايزين نقول إيه؟ نقول إن هم دول الرجال، هم دول اللي يقدروا بإذن الله يجيبوا بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة المنتظرة لكل عشاق النادي الأهلي في كل مكان. مباراة كبيرة امبارح، هتقولي المنافس ضعيف، المنافس مش ضعيف وكلام من ده، لا، المنافس قوي، حتى لو فنيا أنت أقوى منه وأقوى منه بكتير كمان، متفق معاك، لكن في نفس الوقت ظروف مباراة ممكن تعوض ضعف المنافس، جماهير موجودة، سوء أرضية الملعب، ضغط كبير جدا عصبي وجماهيري على لعيبة النادي الأهلي، تدخلات عنيفة زي ما حضراتكم شايفين في صور مثلا المباراة، نزول بعض الجماهير لأرض الملعب، كل دي ظروف كانت ممكن بسهولة قوي قوي تخرج النادي الأهلي من البطولة امبارح، بسهولة جدا. لكن لما يكون عندك لاعبين بالشخصية المطلوبة اللي احنا شفناها امبارح واللي كانوا كمان ممكن يكسبوا هذه المباراه، جون طبعا اللي جه فينا في الاخر جون يزعل شويه، وتكرار الهدف اللي جه في النادي الاهلي من الهلال ايضا في الدور الاول مباراه القاهره. لكن في نفس الوقت لما تيجي تبص للظروف كده في المجمل هتقول لا، الف شكر للاعيبه النادي الاهلي. طبعا احنا دايما بيبقى بصراحه طمعانين في الفوز ولما الجون جه زعلنا شويه وكلام من ده، لكن في نفس الوقت تأهل مهم جدا والأهم من خلال هذه المباراة. فوز أكيد كان هيفرق معاك إن أنت تبقى أول مجموعة وكلام من ده، لكن الناتج إيه؟ الناتج إن أنت موجود مع الكبار وأنت الأكبر كمان من كل الفرق اللي موجودة، لأن أنت صاحب أكبر كم ممكن من الألقاب الإفريقية، فتواجدك في حد ذاته في المكان ده أمر طبيعي، أمر طبيعي جدا.
وبالتحديد فيما يتعلق بان الناس تتكلم يا جماعه ما احنا كنا طلعنا الاول احسن، ده احنا كده هنقابل الترجي او سان داونز او مازيمبي. يا جماعه الكلام ده مش منطقي. البطل اللي عايز يجيب لقب، اللي عايز يجيب بطوله، ما يفرقش معاه هو هيقابل مين ولا مش هيقابل مين. انا مش عارف البعض قلقان ليه، البعض بيقلل من قدرات لعيبه النادي الاهلي ليه، وفي نفس الوقت الناس بتتكلم على ان مش هو ده الاهلي ومستوى النادي الاهلي في بطوله افريقيا غير الدوري. الظروف مختلفه، الظروف مختلفه. اللي يقرا قراءه جيده لظروف مجموعه النادي الاهلي هيلاقي ان النادي الاهلي ماشي بشكل جيد، النادي الاهلي بيحقق نتائج مميزه في بطوله دوري ابطال افريقيا. هتقول لي في احسن؟ طبعا في احسن، طبعا في احسن، لكن الظروف اللي انت مريت بيها على مدار المباريات كلها هي اللي ساهمت في انك تتنافس حتى اخر جوله بخصوص التاهل لدور الثمانيه. لكن في المجمل الاداء كان جيد، في المجمل النتيجه هي الاهم، في المجمل النادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه في انتظار تخطي بعض الادوار الاخرى، ثمانيه الدور النصف النهائي، ونوصل للنهائي باذن الله وناخد اللقب ونرجعه لجمهور النادي الاهلي. عايز اشيد كل الاشاده بصراحه بعدد من لاعبي النادي الاهلي، طبعا كلهم امبارح كانوا رجاله دي حقيقه، لكن الراجل اللي قدامنا في الصوره ده ايمن اشرف عمل مباراه كبيره جدا جدا، والراجل كمان التاني اللي اسمه مروان محسن عمل مباراه ممتازه. وانا بخص الاثنين دول تحديدا ليه؟ لان الاثنين دول من اكثر الناس اللي خدوا انتقادات على مدار الفترات اللي فاتت، وعجبني قوي شخصيتهم في كيفيه التعامل مع هذه الانتقادات. طبعا حق اي حد ينتقد، ولما حد بينتقد لعيبه النادي الاهلي بيبقى مصلحته او بيبقى عايز مصلحه الفريق، عايز يبقى افضل خلال الفتره الجايه عشان الفريق يفضل يكسب والفريق يحقق النتائج المطلوبه والاهداف المطلوبه. لكن في نفس الوقت هم تعاملوا جيد جدا، ركزوا في شغلهم، ركزوا في الملعب، رجع مروان لمستواه، ايمن اشرف رجع لمستواه، فبالتالي النتيجه كانت ايه؟ نتيجه تفوق النادي الاهلي. افشى احد نجوم المباراه وهدف غالي جدا واول هدف في تاريخ النادي الاهلي في مرمى الهلال السوداني في الهلال هناك في السودان، وده امر مهم جدا وادى مباراه كبيره جدا افشى. اليو ديانج ده بقى مش محتاج ان احنا نكرر ونعيد، من اهم الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي على مدار سنوات عديده سابقه، لعيب جامد جدا، لعيب في نص الملعب بيقدر يفسد هجمات، يباصي لقدام، يصنع هجمات، كلام من ده. جزء كان بيفتقده النادي الاهلي خلال فترات كتيره من السنوات السابقه، فيعتبر كمان اليو ديانج من اللاعبين المميزين جدا. عاجبني قوي وعاجب كل جمهور النادي الاهلي ياسر ابراهيم. امبارح، مش امبارح بس بقى، ياسر على مدار الاربع ماتشات اللي فاتت من ساعه ما ابتدى اساسي وهو احد نجوم كل المباريات اللي ابتداها، دي حقيقه. راجل في الملعب قراراته توقعاته مميزه جدا، بالتحديد في خط الدفاع، وده امر بيبقى مطلوب جدا لاي مدافع بيأدي دوره. فبالتالي امور جيده جدا وايجابيات عديده من مباراه الامس، في انتظار البناء على هذه الايجابيات علشان باذن الله نوصل للهدف المطلوب في النهايه. لكن انا عايز اعلق بقى بالتحديد على اللقطات اللي قدامنا دي. طبعا في صور قبليها قالتنا عن رضها وهي خاصه بنزول بعض الجماهير للملعب وتوقف بطوله او توقف المباراه لاكثر من 10 دقائق بسبب نزول الجماهير وكلامه، ومظهر في الحقيقه احنا ما كناش نتمناه اطلاقا. وبصراحه كده هي صوره سيئه جدا للكره السودانيه. طبعا يعني خلينا نحط على جنب خالص العلاقات ما بين مصر والسودان والجماهير وكلام من ده، ودي بتبقى او بيبقى تصرف فردي من بعض الجماهير السودانيه في الحقيقه، لكن موضوع العلاقات ده امر مفروغ منه، مفيش اي مشكله خالص. لكن احنا زعلانين على صوره شعب شقيق زي الشعب السوداني من اللي احنا شفناه امبارح. في نفس الوقت لازم نشيد بالامن وكيفيه تعامله مع احداث المباراه بالامس. الامن السوداني في الحقيقه ادوا دورهم على اكمل وجه وحموا الحكام واللاعبي الفرقتين بصوره ممتازه، لكن مظهر ما كناش حابين ان احنا نشوفه خالص، خصوصا في دوله شقيقه. يعني ايه الصوره دي مثلا؟ ايه الصوره دي؟ ليه احنا بنعمل ايه؟ ده ماتش كوره يا جماعه، مش حرب. دي مش حرب، دي مباراه كره قدم، الافضل يكسب، الافضل يصعد، مش مستاهله كل الكلام ده. وللاسف بعض النشطاء السوشيال ميديا اللي هم حاولوا سواء من السودان او قله قليله جدا من المصريين ان هم يشعلوا الفتنه، هم اللي تسببوا في المظهر ده وفي المشهد اللي احنا شفناه ده وفي الصور اللي احنا بنشوفها قدام حضراتكم. يعني دلوقتي دي دكه النادي الاهلي وحواليهم عدد من الضباط او عدد من الجيش السوداني اللي كان بيأمن هذه المباراه، وصوره للاسف سيئه جدا في حق الشعب الشقيق، الشعب السوداني. وفي نفس الوقت الاهلي اكيد هياخد خطواته اللي هي حقه،
ملهاش علاقه بجزئيه العلاقات وكلام من ده، لا انت دايما بتحفظ حقك بخصوص هذه الامور يعني، وازاي تتعامل مع الاحداث اللي ممكن تقابلك بشكل عام يعني. لكن صور ما كناش نحب ان احنا نشوفها اطلاقا في الملاعب. ولما الاهلي هياخد خطوه او لو خد النادي الاهلي خطوه فده اقرار للحق والعدل والبحث كمان عن الروح الرياضيه، ودي اهم الامور اللي دايما بيركز عليها النادي الاهلي في كل قراراته وفي كل خطواته، واللي دايما احنا بنتمناها في الملاعب الافريقيه بشكل عام وفي الملاعب المصريه كمان تحديدا. مشهد سيء جدا جدا، نتمنى ان هو ما يتكررش اطلاقا. لكن رغم كل ده، قدر النادي الاهلي ان هو يتعامل مع المباراه، وقدر ان هو يرجع ويتاهل بنقطه التاهل للدور المقبل. وفي نفس الوقت يا جماعه برضو لما نيجي نفكر كده، اصل بعض الناس اتكلموا بعد المباراه قال لك ايه؟ قال لك لا فرصه كهربا كان زمانها خلصت المباراه. طبعا فرصه مهمه جدا وكان نفسنا كهربا يحطها يعني، لكن في كل الاحوال الحاجات دي وارد ان هي بتحصل يعني، فرصه وتضيع وكلام من ده. لكن في ظروف عانى منها الفريق على مدار احداث المباراه واللي بتتمثل في هذا المشهد. فانت لما تبقى كسبان 1-0 ويحصل معاك الكلام ده او تشوف المشاهد دي قدامك في ارض الملعب، اكيد هتتاثر ذهنيا شويه، هيبقى عليك ضغط اكبر. فبالتالي جه خطا وهدف في مرمانا وخلانا قعدنا 4-5 دقائق في الاخر كده على اعصابنا يعني، مستنيين الحكم يصفر. لكن الاهم في كل الاحوال، هو تاهل النادي الاهلي للدور المقبل، دور الثمانيه بالتحديد، علشان نبتدي خطوه مهمه جدا من ضمن خطوات الفوز بهذه البطوله. البعض بيتطرق لجزئيه اللائحه والكلام اللي احنا سمعناه امبارح، وتصريحات طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص ان المباراه ممكن تتحسب في الاخر لفوز النادي الاهلي بعد الاحداث اللي شهدتها هذه المباراه. اوكي، امر اداري، ده امر اداري ممكن يتحرك فيه النادي الاهلي في انتظار طبعا تقرير الحكم ومراقب المباراه، والتقرير ده اللي هيحدد بنسبه كبيره جدا مدى امكانيه تطبيق اللائحه. ممكن الراجل لو قال لك مثلا ان احنا وقفنا المباراه وانهيناها، يعني نهينا المباراه لما وقفت واضطرينا ان احنا نكمل حفاظا على سلامه الموجودين في الملعب سواء جماهير، لاعبين، لاعبي الفرقتين، جهاز فني، كلام من ده، ساعتها ممكن يقول لك ايه؟ الاهلي فاز بالمباراه دي، فانت هتبقى اول مجموعه. لكن في نفس الوقت لو القرار ما كانش كده، الاهلي جاهز لكل شيء. نغمه ان الفريق للاسف هيقابل الترجي، للاسف هيقابل مازيمبي او سان داونز، مش مطلوبه خالص. بالمناسبه يا جماعه، الفرق اصحاب المركز الاول في المجاميع اللي هم ممكن يواجهونا يعني، سواء المازيمبي او سان داونز او الترجي، هم اللي بيهابوا تواجد النادي الاهلي في المركز الثاني، لان فرص كده في فرص ان هم يواجهوا فريق كبير زي النادي الاهلي. وعلى فكره احنا مش بنقول شعارات، دي حقيقه. اسم النادي الاهلي لوحده يكفي، ممكن انت فنيا ما تبقاش في التوب بتاعك مثلا، ممكن عادي، لكن في نفس الوقت اكيد بيتعمل لك مليون حساب. فاحنا الاكبر في افريقيا، النادي الاهلي هو الاكبر في افريقيا بالبطولات، بالانجازات، بالاداء كمان بتاع امبارح، نقدر ان احنا ننافس على اللقب، ننافس عليه باذن الله تعالى. فده امر مهم جدا، لازم احنا نكون داعم وناس بنساند الفريق في كل المباريات وفي كل الظروف اللي ممكن تقابلنا بخصوص اي فريق ممكن تقابله في دور الثمانيه، انت قادر ان انت تفوز عليه وتتخطاه، بخلاف بقى جزئيه اللائحه وبعض الامور الاداريه دي هنشوف هتصفر عن ايه في النهايه يعني. لكن الاهم، ان احنا مكملين في اللقب، مكملين على المنافسه على البطوله، وان احنا جاهزين فنيا وبدنيا وجهاز فني رائع، وعوده بعض المصابين اهمهم طبعا رمضان صبحي هتفرق معاه خلال الفتره الجايه، انسجام اليو بادجي بالشكل المطلوب خلال الفتره الجايه كمان هيفرق معاك بشكل كبير جدا، بخلاف طبعا العناصر اللي موجوده بشكل طبيعي مع الفريق. انا عايز اعرض لحضراتكم الفرق اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي والمختلف المجاميع بشكل عام بعد تحديد خلاص المتأهلين بشكل رسمي لدور الثمانية. يعني مثلا تأهل كأول مجموعة الترجي، مازيمبي، سان داونز، وأيضا النجم الساحلي حتى هذه اللحظة. كمركز تاني، جاهزين معايا يا جماعة؟ كمركز تاني، أيوه زي ما احنا شايفين كده في الصورة. كمركز تاني موجود مين؟ موجود الأهلي والزمالك، تمام، والوداد والرجاء. مش حاطينهم بالترتيب بس مش مشكلة، عادي. فالأهم إن أنت أيا كان هتقابل مين، أنت جاهز وقادر إن أنت تتخطاه، ومش عايزين النغمة اللي هي النغمة اللي تقلل من معنويات لاعبي النادي الأهلي اللي هم رجالة وقدموا مباراة جيدة امبارح. وبالمناسبة يا جماعة احنا مش بنقول كده على شفقات الأهلي يعني، احنا قبل كده اتكلمنا بخصوص مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي وإن الأهلي ما كانش موفق في هذه المباراة، واتكلمنا بخصوص الأداء وإزاي اتكلمنا يعني في الجزئية دي. فإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر على المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا بكل قوة. طيب
ده عدى وفات، فرحنا وانبسطنا بتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية، لكن خلينا نتكلم مع حضراتكم بقى في التحديات اللي جاية. صفحة أفريقيا اتقفلت مؤقتا، أنت عندك شهر مليء بالمباريات، بخلاف مباراة الأمس عندك 6 مباريات أخرى بعد تأهلك لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هتبتدي بإيه؟ هتبتدي بمباراة بيراميدز يوم الخميس اللي جاي بإذن الله تعالى، مباراة مهمة جدا. أنت طبعا في الدوري ماشي بشكل ممتاز، 12 فوز من 12 مباراة، هتقابل فرقة يعني هي مش عايز أقول عقدة ولا حاجة، بس إحنا ما كسبناش بيراميدز من ساعة تحت مسمى بيراميدز ما كسبناهاش. ففي دوافع كبيرة جدا بخصوص هذه المباراة، أولا لاستكمال الانتصارات ومسيرة الانتصارات الرائعة، ثانيا للتغلب على فريق بيراميدز اللي فاز على النادي الأهلي في آخر مباراتين تحديدا أو آخر 3 مباريات كمان، فده أمر مهم جدا. دي مباراة الأهلي من بداية من مباراة بيراميدز، عندك بيراميدز يوم الخميس بإذن الله الساعة 7:30، بعد كده عندك طلائع الجيش يوم 10 فبراير الساعة 7:30 أيضا، وبعد كده عندك مباراة قوية جدا جدا مع المصري يوم 14 فبراير، وبعد كده هتلعب ماتشين، ماتش مع الزمالك في السوبر يوم 20 فبراير في الإمارات في أبو ظبي، ومباراة أخرى ما بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير، وبعدها زي ما هو حتى هذه اللحظة ممكن يبقى في تعديل أو حاجة بسبب ظروف الفرقتين، وإن الأهلي والزمالك هيلعبوا الذهاب في دور الثمانية يوم 28 أو 29 فبراير، فمعرفش قرار اتحاد الكرة هيكون إيه، لكن في نفس الوقت هي كلها مباريات صعبة ومهمة، بخلاف طبعا مباراة ما عرضناهاش، مباراة الأهلي في دور ربع النهائي مباراة الذهاب اللي هتكون يوم 28 أو 29 من هذا الشهر. تحديات كلها الأهلي بإذن الله بإذن الله قدها، وإن شاء الله يفرحوا جمهور النادي الأهلي، انبسط امبارح وفرح بتأهل الفريق، لكن ما ننساش إن هي مجرد خطوة في مشوار الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتالي بعد ما عاد الفريق امبارح أو النهارده الصبح بالتحديد، وصلوا في تمام الساعة 6:00 صباحا بعد ما تم احتجازهم طبعا في الملعب لمدة ساعة، وده أمر كان سيء جدا. بعد كده راحوا على الأوتيل، من الأوتيل للمطار الطيارة اتحركت تقريبا الساعة 3:30، وصلوا الساعة 6 الصبح. فبالتالي النهارده الفريق اجازه طبعا، وده امر طبيعي جدا بعد اجهاد كبير جدا على مدار 90 دقيقه واكثر كمان في مباراه الامس، اجهاد فني وعصبي وبدني بكل تاكيد. فبالتالي النهارده راحه مده 24 ساعه، بكره الفريق ان شاء الله يستأنف تدريباته بشكل طبيعي جدا عشان يبتدي استعداداته لمواجهه بيراميدز. بعض الاخبار المهمه كمان بخصوص استعدادات النادي الاهلي، البعض بيتكلم على احمد فتحي واصابته وغيابه عن مباراه الامس، واحمد فتحي في الحقيقه كان عنده زي كدمة في الكاحل في المران الأخير، خلي بالك دي إصابة مختلفة عن الإصابة اللي اتعرض ليها في مران القاهرة الأخير، كانت كدمة في الركبة وكان سليم بعديها وكمل المران عادي لحد آخر مران الأهلي في السودان اللي هو كان المران الوحيد، كان أحمد فتحي جاهز للمباراة لما جاله الكدمة دي أو الإصابة اللي في الكاحل، فبالتالي ما قدرش أنه هو يكون جاهز لمباراة الهلال السوداني. فالإصابة دي هيتم عرض طبعا حالة أحمد فتحي على طبيب الفريق، وهيبقى فيها فحص طبي للاعب قبل مران بكرة، وإن شاء الله يتم تحديد مدى جاهزية فتحي الاستعداد لمباراة بيراميدز وموعد كمان عودته للمباراة. بمناسبة الصورة اللي احنا شايفينها دي، دي كواليس تحرك الفريق لمطار الخرطوم عشان يرجع للقاهرة، وبنحاول نعيش حضراتكم يعني طبعا دي احداث حدثت خلاص، لكن مهم جدا نقول لحضراتكم نوري حضراتكم كل الكواليس اللي مرت على الفريق خلال الفتره اللي فاتت. انا في جزئيه مهمه قوي قوي لازم اتكلم فيها بصراحه، وهي خاصه بالكابتن محمود الخطيب ودوره الكبير في متابعه الاحداث هناك، زي ما احنا شايفين في الصوره كده متابعه الاحداث وتواجده على راس بعثه النادي الاهلي، وده امر مهم جدا. وانا دايما هتبقى شهادتي في الكابتن محمود الخطيب شهاده مجروحه، لان احنا قناه رسميه للنادي وكلام من ده، ممكن البعض يقول لك انت لازم تقول كده عشان هو الكابتن محمود الخطيب وكلام، لكن هي الافعال بصراحه هي اللي بتقول يا جماعه. يعني الراجل امبارح بصراحه كان مصمم جدا جدا على عدم خروج الفريق وتحرك الفريق غير لما يطمن تماما على سلامه جمهور النادي الاهلي اللي لازم نشيد بيه امبارح، واللي كان صوتهم عالي جدا على مدار المباراه، كنا سامعينهم واحنا بنتفرج على التلفزيون، سامعين جمهور النادي الاهلي 500 واحد كانوا كانهم 10,000 واحد في المدرج، وازروا وساندوا الجماهير بشكل كبير جدا. لكن تحركات كمان الكابتن محمود الخطيب واصراره على عدم مغادره استاد الجوهره الزرقاء غير لما يطمن على جماهير النادي الاهلي، ده امر مهم جدا. وبيدل على ايه؟ بيدل على انه بس مش مهتم بنفسه وفريقه، لا هو بيهتم بجزء لا يتجزأ من منظومة النادي الأهلي وهو جمهور النادي الأهلي، والاهتمام بسلامة الجمهور
زي ما بيتم الاهتمام طبعا بسلامه اعضاء مجلس الاداره الجهاز الفني واللاعبين، وده امر كان مهم جدا ولفته كانت طيبه جدا طبعا من كابتن محمود الخطيب، ودوره في الحقيقه كرئيس بعثه وكرئيس للنادي الاهلي واسطوره كبيره من اساطير كره القدم الافريقيه بشكل عام. طيب نكمل اخبارنا واتكلمنا على احمد فتحي، تعالوا نروح لياسر ابراهيم، وطبعا اشادنا بيه كل الاشاده، لعيب ممتاز ممتاز، والواحد ابتدى يبقى مطمن كده، وعدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ابتدوا يبقوا مطمنين في ظل تواجد ياسر ابراهيم. وعندنا بصراحه في المركز ده اكتر من مدافع متميزين، عندنا سعد السمير غايب للاصابه بخلاف رامي ربيعه، بالمناسبه رامي عمل مباراه كبيره قوي امبارح، كان في انتقادات عليه بعد مباراه النجم، لكن هو امبارح عمل مباراه ممتازه رامي ربيعه، فكلهم رجاله بصراحه امبارح يعني، لكن في بعض يعني منهم كان ايه بيتعرض لظروف مختلفه، لكن قدروا ان هم يردوا في الملعب، وانا احب اللعيب اللي يرد في الملعب ما يردش في اي حته ثانيه، وده امر بيبقى مهم، وتواصله دايما مع الجمهور وتلبيه طموحات الجمهور هو ده الاساس، وده امر جيد جدا من اللاعبين. فياسر ابراهيم طبعا تفاصيل اصابته، هو يعني اصابه كانت قويه جدا، عملت له جرح في الراس، فبالتالي يعني تم اسعافه بشكل اولي، وان شاء الله بكره هيبقى في بعض الامور الخاصه لمعالجه هذه الاصابه ان شاء الله باذن الله تعالى بالنسبه لياسر ابراهيم. وكمان ياسر في الحقيقه كان ليه بعض التصريحات سواء هو او قفشه، لو جاهزه معانا التصريحات يا جماعه نروح لها. جاهزه؟ طيب نروح نشوف تصريحات ياسر ابراهيم وقفشه، يلا بينا. الحمد لله طبعا على التعادل، الحمد لله على الصعود. زعلانين عشان التعادل، كنا نفسنا نكسب عشان نصعد اول، لكن الحمد لله قدر ما شاء فعل. زي ما قلت قبل كده، اللي عايز ياخد بطوله مش فارق يلعب مين، ان شاء الله اي حد يجي يلعبنا ان شاء الله احنا جاهزين، واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون كويسين الفتره اللي جايه عشان البطوله صعبه مش سهله، واللي عايز ياخد البطوله زي ما قلت لك لازم يلعب اي حد، ما يفرقش معاه مين اللي جاي ومين اللي مش جاي، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الماتشات الجايه ونكسب ان شاء الله. طبعا زي ما انت شفت الجماهير صعب جدا، عمالين يحدفوا طوب وحاجات، ما عندناش اي مشكله خلي بالك، لكن هي المشكله الواحد بيبقى قلقان لحد يجي في حاجه، حد يتعور. انت شفت النهارده ياسر في الماتش اتخبط اتعور، فاحنا كنا قلقانين بس ان حد يتعور مش اكتر، لكن حته الكوره لا، كل لعيبه عندها ثقه كبيره، لعيبه كبيره، فما حدش كان فارق مع ضغط الماتش والكلام ده كله، اللي بس اللي كان فارق معانا حته الناس بتحدف والحاجات دي كلها، بس طبعا الحمد لله ونحمد ربنا على اللي احنا تعادلنا النهارده، ونحمد ربنا على الصعود يعني. الاول الله يبارك فيك، انا بحب اطمن الاهلي طبعا، الحمد لله انا كويس بخير مفيش حاجه، هو دي طبعا هي دي الماتشات دي افريقيا ومعروفه كلها، بس احنا النادي الاهلي يا جماعه في اي ظروف بنلعب، تحت اي ظروف تحت اي ضغط، الحمد لله اللي احنا قدرنا، كان نفسنا نصعد اول بس ربنا ما قرطش، بس الحمد لله طبعا طلعنا بالصعود، وربنا يكرم يا رب كده في الماتشات اللي جايه باذن الله. الجمهور في ظهرنا في كل حته، ده بيدينا حافز ودافع كبير قوي، وده طبعا حاجه ده رد ليهم طبعا في الملعب النهارده، ما كانش فيه لعيب طبعا بيبخل بمجهود ابدا خالص، كانت اللعيبه كلها على قلب راجل واحد، الحمد لله اللعيبه كلها طلعت رجاله من الملعب، وكل واحد عمل اللي عليه وادى بروح قتاليه عاليه قوي، وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. مجدي مصلي الفجر. ربنا يكرمه دايما كده ويجيب يا رب ويفرحنا دايما كده يا رب ان شاء الله. يعني عجبني جدا تصريح وعقليه لاعبي النادي الاهلي سواء ياسر ابراهيم او قفشه، ولما تسمع كلام مثلا قفشه بيقول لك ايه، بيقول لك اللي عايز ياخد بطوله ما يفكرش وهيقابل مين او هيقابل اي حد يعني مش مشكله، وده هدفنا البطوله، فلما تلاقي لعيب بيقول كده هتلاقي او تاكد ان العقليات كلها والثقافه بتاعت لعيبه النادي الاهلي هي كده دلوقتي، هي حاليا كده، وهي طول عمرها بخصوص هذه البطوله وخصوص الفرص كاول او ثاني وكلام من ده، والكلام اللي بيتكلموا البعض. طبعا كل جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز ان انت تتفادى الفرق الكبيره، لكن في نفس الوقت انت لو ما قابلتهمش في دور الثمانيه هتقابلهم في دور نصف النهائي، وده امر طبيعي جدا جدا، انت عايز تاخد لقب تحارب عليه ايا كان هتقابل مين، فده امر مفروغ منه، ومستنيين طبعا شخصيه لعيبه النادي الاهلي وقوتهم خلال الفتره اللي جايه. رامي ربيعه كمان كان ليه بعض التصريحات واللي اتكلم فيها عن سعادته البالغه جدا بفوز النادي الاهلي بمباراه الامس، وكمان اتكلم ان احنا تعرضنا لمواقف صعبه جدا على مدار المباراه، وضغط جماهيري كان كبير، وشفنا طبعا الكلام ده، وتطرق كمان لان كان لعيبه النادي الاهلي عندهم الدوافع الكبيره والمطلوبه واللي ساعدت على فوز النادي الاهلي. كمان رامي ربيعه اشار لصعوبه المرحله وان كلامهم مع بعض كلاعبين على كيفيه تخطي المرحله الحاليه واللي انتهت خلاص بخصوص دوري ابطال افريقيا، بيقول بدايه من مباراه النجم الساحلي كنا عارفين ان موقفنا صعب، لكن كنا في نفس الوقت واثقين في نفسنا في كيفيه التعامل مع الموقف ده،
وقال ان احنا مش بنلتفت للمنافس بتاعنا ايا كان مين هو، احنا بنلتفت وبنركز على هدفنا الاساسي وهو حصد بطوله افريقيا واسعاد جماهير النادي الاهلي. يعني دي كانت برضو بعض التصريحات الخاصه برامي ربيع احد نجوم النادي الاهلي واللي قدم مباراه كبيره جدا بالامس. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لهم باذن الله ان هم يستمروا في هذا المنوال في طريقهم نحو عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده أمر مهم جدا ومستنيينه بإذن الله كلنا. خليني أقول لحضراتكم مباريات اليوم والأمس في مختلف الدوريات. النهاردة الدوري الإنجليزي فيه مباريتين بس، بيرنلي وأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي، قمة إنجليزية النهاردة الساعة 7:30، مباراة تبقى قوية جدا أو 6:30 عفوا. والدوري الأسباني ليجانس مع ريال سوسيداد، دي مباراة انتهت بفوز ليجانس 2-1. إيبار والريال بيتيس مباراة 1-1 لحد دلوقتي، مش عارف النتيجة خلصت كام. أتلتيك بلباو وختافي من ضمن المباريات الأخرى، إشبيلية وديبورتيفو ألافيز، فيا ريال وأوساسونا، برشلونة وليفانتي مباراة الساعة 10 بالليل. برشلونة هيحاول إن هو يعوض فارق النقاط لثلاث نقاط بدل ما هم 6 دلوقتي بعد فوز طبعا ريال مدريد، فوز كبير بالأمس على أتلتيكو مدريد 1-0 بهدف كريم بنزيما. الدوري الإيطالي النهارده في بعض المباريات، في ظل تألق كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أحرز هدفين النهارده وفازوا بثلاث أهداف على فيورنتينا، من خلال الهدف الثالث كان لديليخت المدافع. وأيضا في بعض المباريات الأخرى، أتلانتا وجنوا، لاتسيو وسبال، وميلان وهيلاس فيرونا، وليتشي وتورينو، وأودينيزي وإنتر ميلان في الثوب الجديد والتدعيمات الجديدة في شهر يناير. الدوري الألماني كمان في كولن وفرايبورغ وأيضا فولفسبورغ وبادريون، دي من ضمن الفرق الموجودة في قاع ترتيب الدوري الألماني. من ضمن كمان مباريات الأمس، خلينا نفكر حضراتكم بالنتائج. امبارح كان ليستر سيتي وتشيلسي، مباراة كانت كبيرة 2-2، ليفربول فاز 4-0 على ساوثهامبتون، بيواصل مسيرته في بطولة الدوري الإنجليزي في ظل تألق كمان نجمنا المصري محمد صلاح وإحرازه لهدفين بالأمس، وعاد للمنافسة على صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي. الفرق ما بينه وبين فاردي بقى 3 أهداف دلوقتي، فاردي 17 وصلاح 14. نيوكاسل تعادلوا مع نورتش سيتي 0-0، ويست هام يونايتد مع برايتون 3-3، واتفورد وايفرتون 3-2 لايفرتون، بورنموث واستون فيلا 2-1 لبورنموث، كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد 1-0 لشيفيلد، مانشستر يونايتد وولفرهامبتون مباراه كانت قويه جدا انتهت بالتعادل 0-0. الدوري الاسباني كان في ايضا مباراه امبارح، غرناطه واسبانيول 2-1 لغرناطه، ريال مدريد فاز على اتلتيكو زي ما قلت لكم 1-0، ريال مايوركا خسر من بلد الوليد 1-0، وفالنسيا كسب سيلتا فيجو 1-0. دي كانت بعض الامور الهامه جدا مع بدايه الحلقه وبعض المباريات والنتائج الخاصة بمباراة الأمس. أنا هروح لفاصل سريعا، بعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا خاص بشريف إكرامي نتكلم فيه بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الحلقه بحوالي 10 دقائق كده كان في بعض التويتات لشريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي واحد نجوم الفريق في الحقيقه، ولاعيب ليه تاريخ كبير جدا جدا داخل النادي الاهلي وبطولات عديده قدر ان هو يفوز بيها مع الفريق، وكان من ضمن اللاعبين اللي ساهموا في كل هذه البطولات طبعا، ده امر مهم. لكن في نفس الوقت هو اتكلم في نيته بإنهاء مشواره مع النادي الأهلي عقب انتهاء هذا الموسم من خلال حوالي 10 أو 11 تويتة كده، هنحاول نستعرضهم مع بعض ونقراهم لحضراتكم. وبداية يعني هو الراجل بيتكلم بإيه، نحاول نحلل هذه التويتات زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل الاحترام، ولما استشعرت أيضا من حساسية تجاه هذا الملف. واضح كده، واضح في التويتات الاولى دي، احنا بنحاول بس ايه نحل مع بعض مع حضراتكم ان الموضوع متعلق بملف تجديد العقود. يعني احنا عارفين شريف اكرامي عقده ينتهي مع نهايه هذا الموسم. نكمل. قال 23 عاما اعتدت فيهم على تحمل المسؤوليه داخل الملعب، فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعه المباريات والمشاركه فيها حاملا شعار الاهلي. وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر
منتظرا فرصة حقيقية، ولكن يوم تلو الآخر يصبح الأمر الواقع أو يصبح الواقع أكثر صعوبة. هنا بيتطرق لجزئية عدم مشاركته خلال الفترة اللي فاتت. نخش في اللي بعده، اتكلم على ان صراع معنوي شديد اجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الأهلي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا، ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار. تطرق كمان أنه لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، يبقى كده معنى الكلام ده أن الشريف مش هيعتزل بعد انتهاء الموسم، لا هو مكمل مشواره في كرة القدم يعني. لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة على رغبتي في التواجد داخل الملعب فترة ليست بالقصيرة، ودي حقيقة، وهو لعيب كبير جدا قعد على الدكة يعني خلال عدد كبير جدا من المباريات في الحقيقة، وده دوره، ودايما الأفضل هو اللي بيكون متواجد، وفعلا الشناوي الفترة اللي فاتت كان ممتاز في الحقيقة. فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، دي حقيقة طبعا، مطبقا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي. رقم 5 بيقول لم يكن هناك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان آخر أتواجد فيه داخل الملعب، إذن هو مكمل مسيرته زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم. قرار يقبله ويدعمه العقل ويرفضه بشدة القلب في النادي الأهلي في وجمهوره، هما الأساس الذي صنع اسم وعائلة إكرام، لكن رغبتي الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالة دون استمراري، وده حق مشروع لأي لعيب عشان نبقى صرحة مع بعض يعني. في البداية أود أن أشكر مسؤولي النادي الأهلي سواء كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا، وكل التوفيق لهم فيما هو قادم. شكرا جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمة استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي. جمهور الأهلي الكبير، مساندتكم ودعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته أو كنت جزء منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير وشعبية ونجوم وما زلتم، وحبكم واحترامكم بالنسبة لي أكثر أهمية من أي بطولات تحققت، وسيظل دائما التاريخ الحقيقي وأجمل ذكرى لي في مشواري. وأيضا بعض التويتات الأخرى بيتكلم فيها أن شكرا من القلب لكل من سندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعما للنادي الأهلي، فكنتم دائما الدافع الرئيسي لاستمرار ومثابرة، وشكرا أيضا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرها في شخصي أو للنادي الأهلي، فكنتم دائما الوقود الذي يستفز قدراتي، ولكم جميعا مني كامل الاحترام. في النهاية أخطأت أحيانا وأجدت أحيانا، ولكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسؤوليتي داخل الملعب أو خارجه، وكان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع، وأتمنى أن أكون قد وفقني الله في ذلك. كل التفاصيل وما يخص خطواتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب. كل التركيز الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير والأداء بإخلاص حتى آخر يوم لي داخل القلعة الحمراء. بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل عن الباب الكبير مرفوع الرأس فخورا بما حققته، باحثا عن تجربة وتحدي جديدين، فأظل دائما ممتن لهذا الكيان وفخورا بانتمائي له ولجمهوره وأصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار. عدد من الكلمات الهامة جدا من شريف إكرامي، ويبدو أن اللاعب أو مش يبدو خلاص هي واضحة جدا، شريف إكرامي واخد قرار بإنهاء مشواره مع النادي الأهلي مع نهاية الموسم. هي النقطة بس في إيه؟ النقطة في التوقيت اللي اتكلم فيه شريف إكرامي، يعني ممكن البعض يختلف في جزئية التوقيت، هل ده كان التوقيت المناسب اللي يعني فيه شريف إكرامي بخصوص إنهاء مشواره مع النادي الأهلي؟ يعني ما أعتقدش إن ده كان التوقيت المناسب، يعني ممكن البعض يكون ليه بعض الآراء المختلفة، لكن في نفس الوقت يبقى شريف إكرامي أحد اللاعبين الكبار واللي سطروا تاريخ مع النادي الأهلي طبعا من خلال عدد كبير جدا من الألقاب، لكن في نفس الوقت ايضا واضح جدا ان الموضوع متعلق بملف التجديد. بس لو هو متعلق بملف التجديد، طب ما لسه في زملاء لشريف اكرامي موضوع التجديد بالنسبه لهم ما اتفتحش، او لسه التوقيت المناسب اللي فتح هذا الملف ما خدوش قرار فيه في النادي الاهلي يعني. فممكن يكون شريف شويه اتسرع، في نفس الوقت احنا مش عارفين قرار النادي الاهلي ايه بخصوص اللاعب نفسه، هل الاهلي متمسك بشريف ولا لا، لكن هنشوف
في الاخر قرار الخاص بالنادي الاهلي. وانا في اعتقادي الشخصي لو الاهلي محتاج شريف وطلب كده ان شريف مش هيتاخر. لكن في كل الاحوال يعني نتمنى كل التوفيق لنجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي هو شريف اكرامي، سواء كمل مع النادي الاهلي او انتقل لنادي اخر مع نهايه الموسم، خصوصا ان عقده بينتهي مع نهايه الموسم. ما عندناش في الحقيقه تعليق اكتر من كده على كلام شريف اكرامي، لان الموضوع في الحقيقه مفاجاه يعني اتفاجئنا بيها بصراحه، كل جمهور النادي الاهلي اتفاجئ بقرارات شريف اكرامي. لكن في كل الاحوال هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده. يلا بالأهرام، الأهلي يتعادل أمام الهلال السوداني وتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، تحكيم جيد من رضوان والشوط الثاني شهد حماسا من الطرفين. الأخبار، الأهلي يتخطى الموانع السودانية، بطل مصر يتعادل مع الهلال 1-1 في مباراة عصيبة ويتأهل لربع النهائي الأفريقي. أخبار الرياضة، في ذكرى مذبحة استاد بورسعيد الأهلي ينجو من كارثة أمام الهلال. الأخبار المسائي، مسك الختام، الأهلي ينتزع وصافة المجموعة في عقر دار الهلال السوداني وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال. الوطن، الأهلي يعود من السودان ويستعيد رمضان صبحي أمام بيراميدز في الدوري المحلي. المساء، الأهلي عال العال صعد وأطاح بالهلال، الأحمر أدى مباراة رائعة رغم الأهداف الضائعة. المصري اليوم، الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة فايلر وصالح جمعة، جدل حول قيد شوبير في القائمة الأفريقية، وبعثة الأهلي تعود صباح اليوم من السودان. طيب انا مش هعلق على الاخبار اللي بتتكلم عن مباراه، خلاص استفدنا في الحديث عن هذه المباراه، لكن في بعض الاخبار اللي محتاجه يعني تعليق وتوضيح شويه بخصوص ما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي. عايز اروح للوطن مثلا، واللي بتتكلم على ان الاهلي بعد عودته من السودان يعني يستعيد رمضان صبحي امام بيراميدز في الدوري المحلي. هل رمضان جاهز لمباراه بيراميدز؟ طبيا خلاص اللاعب جاهز، بدنيا بيتم تجهيزه، وتم ادخار مجهود رمضان صبحي في مباراه الهلال عشان يكون جاهز للي جاي بالنسبه للنادي الاهلي اللي هيبتدي من خلال مباراه بيراميدز استكمالا بالمباريات الاخرى المحليه نهايه مع نهايه الشهر باول مباراه في ذهاب دور الثمانيه باذن الله. عوده رمضان اكيد امر مهم جدا، واعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون متواجد في قائمه الفريق لمباراه بيراميدز. بيتكلموا كمان بخصوص صالح جمعه انه يستمر مع الفريق، هات لي الوطن تاني، وان صالح موجود بعد غلق باب القيد، ده في العنوان اللي تحت. وطبعا صلاح مكمل مع النادي الاهلي طالما ما خرجش من النادي في شهر يناير، لكن ازاي هيكمل يعني دور صلاح هيبقى ايه؟ هيبقى صلاح طبعا موجود في التدريبات بشكل طبيعي جدا، لكن قرار مستر فايلر في الاخر هو قراره، هيلجا للاعب، اللاعب هيستعيد تركيزه، فممكن مستر فايلر يغير رايه وتصريحاته اللي قالها في احدى المؤتمرات الصحفيه، ده اللي هنشوفه وهنتابعه خلال الفتره اللي جايه. بتطرقوا كمان ان معلول كان ليه دور في انتقال حسين السيد للصفاقسي، اكيد نتمنى كل التوفيق لحسين السيد. طيب عايز اروح للمصري اليوم، واللي بتتكلم على ان الخطيب يتدخل لانهاء ازمه فايلر وصالح جمعه. ما عنديش غير كلمه واحده اقولها بس، ربما غير كده هنشوف يعني. جزئيه شوبير، مصطفى شوبير والجدل حول قيد اللاعب في القائمه الافريقيه، بتطرقوا ليها في المصري اليوم. موضوع مصطفى شوبير يعني بصراحه يعني عشان نتكلم مع حضراتكم بمنطقيه، يعني انا يعني ناس كتير قوي اتفاجئت من قيد مصطفى شوبير، خصوصا ان انت عندك ثلاث حراس مرمى، لكن في نفس الوقت المسؤولين في النادي الاهلي او بالتحديد الجهاز الفني اكيد له رؤيه مختلفه عننا كلنا. بتتمثل في ايه؟ بتتمثل مثلا مباراه بلاتينيوم لو تفتكروا حضراتكم، الفريق كان سافر بالشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي ما كانش جاهز، شريف اكرامي ما كانش جاهز لكن اصر ان هو يسافر مع الفريق، يكون موجود احتياطي يعني مع الفريق. فانت ممكن ربما تتعرض لمثل هذه الازمات يعني، فمن هنا ممكن يكون جه قرار قيد مصطفى شوبير اللي ممكن يكون قيده غريب للبعض. لكن لما نيجي نتكلم على امكانيات اللاعب نفسه، الحارس نفسه مصطفى شوبير، فيا جماعه حقيقه 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 اللاعب ده او الحارس ده ممتاز ممتاز، قدراته مميزه جدا. انا بصراحه تابعته عن قرب وشفته في مباريات كتير جدا، مقاومات حارس قوي
حارس بشخصية ممتازة تتناسب مع شخصية النادي الأهلي، ده فيما يتعلق بالقدرات. الناس ربطها شوية بس إن والده أحمد شوبير وكلام من ده، وده كلام يا جماعة غير منطقي بصراحة. دايما الحكم من خلال الأداء في الملعب، مالكش علاقة بابا مين أو أخوه مين ولا الكلام من ده يعني. فده أمر مهم بالنسبة لإمكانيات مصطفى شوبير، لكن قرار قيده ده خاص بالجهاز الفني، وكل الناس بتدعم قرار قيد الجهاز الفني لأي لاعب من اللاعبين، حتى مش شرط يكون مصطفى شوبير. طيب أخبار الأهلي في طيب حلوة قوي. قبل ما نروح لأخبار الأهلي في المواقع، خلينا ناخد مداخلة مهمة جدا جدا مع نجم كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين، هو كابتن طارق السعيد، ومدرب طبعا فريق 18 سنة للوحدة الإماراتي. يا كابتن طارق مساء الخير عليك. حبيبي شريف، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعينك ومشاهدينك قناة النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن طارق. يعني عايز أستفيد معاك في الحديث بخصوص مباراة الأمس بالنسبة للنادي الأهلي من الجانب الفني وتقييمك ليها. يعني بداية نبارك النادي الأهلي ووصوله لدور الثمانية في ظل الأجواء المريبة اللي كانت موجودة امبارح، كل الأجواء اللي احنا كنا بنتابعها وكلنا كنا خايفين على لعيبة النادي الأهلي وخايفين على الجهاز الفني، لكن الحمد لله رغم كل هذه المصاعب قدر النادي الأهلي يطلع بالمطلوب منه، سواء يطلع أول مجموعة أو ثاني مجموعة، قصة إن هو يصعد والقادم أصعب أكيد، بس على المستوى الفني أعتقد قدمنا شوط كويس جدا الشوط الأول، لعبنا بأسلوب كويس في المباراة، وقدرنا الشوط الثاني نحرز الهدف بتاعنا. يمكن من الفرص، يعني احنا جايين لنا ثلاث فرص بالظبط، استغلينا واحده بقدرات قفشه وقدر ان هو يحرز هدف جميل بصناعه جيده جدا من الشحات طبعا. بعدها اكيد كان طبيعي يبقى في ضغط، وكان طبيعي يحصل اللي احنا شفناه من فريق الهلال السوداني. وطبعا الاحداث اللي حصلت اكيد اثرت على المستوى الفني، وبقى في بعض خوف ده بسبب طبعا الاحداث المؤسفه اللي حصلت قبل كده. سبحان الله امبارح كان 1 فبراير نفس يوم بالظبط احداث بورسعيد. كل الامور دي كانت طبعا ذهنيا مع اللعيبه كانت بتبقى صعب، لكن في النهايه وصلنا للهدف والحمد لله ربنا كرمنا وصعد. طيب كابتن طارق، البعض بيتكلم على ان ايه، ان يا ريت النادي الاهلي كان طلع الاول في المجموعه عشان يتجنب مواجهه مازيمبي والترجي وصن داونز. تعليقك ايه بخصوص الجزئيه دي تحديدا يعني؟ يعني اولا ثمان فرق كبار كويس، ثمان فرق ليهم باع كبير في افريقيا، ليهم تاريخ كبير، ليهم جماهير عريقه. مش ما فيش فرقه، انا وجهه نظري الثمان فرق سواء اول مجموعه او ثاني مجموعه الموضوع متوازن. واللي عاوز يوصل او اللي عاوز ياخد بطوله مش مهم بقى يلعب اول يلعب ثاني، لان كده كده هتلعبه. لكن في ظل ظروف الاستقرار الفني للنادي الاهلي، في ظل ظروف استقرار في الدوري المصري وراكب الدوري وماشي بشكل جيد جدا، فاعتقد الامور بالنسبه للاهلي ما فيهاش اي مشاكل، بالعكس النادي الاهلي ياما اتحط تحت ضغوطات وياما لقى ظروف اصعب من كده، ودايما بيبقى موجود في احسن حال، فاعتقد ان احنا نلعب اي فريق مش هيفرق اول او ثاني. بالظبط بالظبط. طيب كابتن طارق، انت من اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي، حتى لو لعبت مواسم قليله لكن ساهمت في مواسم كانت عظيمه من حيث البطولات بالنسبه لجيل كان عظيم في النادي الاهلي، وبطوله دوري ابطال افريقيا من البطولات اللي انت فزت بيها مع الفريق، وكمان شاركت في كاس العالم باداء ممتاز جدا وفزت بالبرونزيه مع النادي الاهلي في كاس العالم. المطلوب ايه من الجيل الحالي او من فريق النادي الاهلي حاليا عشان يفوز ببطوله كبيره جدا محتاجه نفس طويل زي بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت كان عندك خبره وتجربه بخصوص هذه البطوله تحديدا يعني؟ اعتقد يعني النادي الاهلي عنده بعض العناصر اللي عندها خبرات، زي احمد فتحي، زي حسام عاشور، زي شريف اكرامي، اللعيبه اللي شافت هذه البطولات، ووليد سليمان، اللعيبه ديت شافت البطوله ديت وعارفه طعم البطوله ديت، ليها طعم خالص خاص لجماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. انا زي ما قلت لحضرتك من شويه، اللي عاوز يكسب البطوله بيلعب اي فريق ما يفرقش معاه اسم الفريق، لان اسم النادي الاهلي كبير قوي في افريقيا طبعا، اسم النادي الاهلي يخوف اي حد، وبالدليل ان فريق الهلال السوداني بيلعب على ملعبه وسط جماهيره. ما شفناش الهلال السوداني غير بعد الاحداث اللي حصلت، بدا يهاجم النادي الاهلي وبدا يكون عنده جرأه شويه، لكن اللعيبه اللي موجوده لازم تستغل هذه الفرصه. اللعيبه المتواجده حاليا ان شاء الله يبذلوا اقصى جهد عندهم، وان شاء الله باذن الله شخصيه البطل لازم تكون موجوده، ودي نقطه مهمه جدا طبعا. واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي قادره ومع لعيبه الخبرات الموجوده ان هم يوصلوا لهم افضل ما عندهم ان شاء الله.
ان شاء الله. طب اتطرق معاك للمنافسه المحليه وتوقعاتك ليها ايه، خصوصا ان ماشي النادي الاهلي ماشي بشكل ممتاز، 12 فوز من 12 مباراه، هل المنافسه اوشكت على النهايه ولا لسه بدري في مشوار الدوري؟ بص، هي كره القدم علمتنا حاجات كتير، ان الكوره ملهاش امان، لكن زي ما قلت لك من شويه، الاستقرار الفني الحالي المتواجد في النادي الاهلي بيركبوا الدوري وبيركبوا الدوري من بدري. برضه لازم نتكلم ان بعض المنافسين التعرضات اللي هو بيتعرض لها دي بتبقى مشكله بالنسبه له، بيقرب الدوري، لكن كره القدم ملهاش امان في مصر خالص، بدليل النادي الاهلي الموسم الماضي كان متزايد البطوله وخد من اغلى الدوريات اللي خدها. بس هل بعض الفرق تقدر توصل للنادي الاهلي؟ عملوا دوت الجواز ده عندهم هم، لكن لسه بدري على الدوري، واعتقد لسه ما خلصناش الدور الاول عشان نقدر نقول النادي الاهلي قدر، لكن ان هو خد البطوله ولا لا، لكن هو بشكل عام هو ماشي بشكل جيد جدا، وكل ارقام قياسيه بتحصل حاليا. اتمنى يا رب ان هم يكونوا على يعني عندهم الاستمرارين هذا ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق السعيد احد نجوم النادي الاهلي السابقين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. المدير الفني كمان لفريق 18 سنه الوحده الاماراتي، وماشي معهم بشكل جيد وبيحتل المركز الاول كمان في دوري الشباب، نتمنى له كل التوفيق. نروح سريعا لاخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. سوبر كورة طارق أنديل، الأهلي عاش أجواء صعبة للغاية في السودان. فيتو الكاف تنتظر أو ننتظر تقرير الحكم لتحديد عقوبات الهلال السوداني. الوطن سبورت، الهلال يتراجع عن شكوى الحكم المغربي رضوان جيد خوفا من التقرير. بطولات تقارير سودانية تكشف عقوبات كاف ضد الهلال بعد شغب جماهيره أمام الأهلي. صدى البلد الربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأخيرا اليوم السابع الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحي للمشاركة في المباريات. طيب بالمناسبه قرعه دوري ابطال افريقيا هتبقى يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله الساعه 7 مساء، وان شاء الله هنترقبها وننتظر الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في دور ربع النهائي باذن الله تعالى. انا هطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل ينضم لي الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهوريه، وحديث مفصل عن مباراه الامس وكمان على ما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي من تحديات هامه جدا. استنونا بعد الفاصل. الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير بالجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ طارق أهلا بيك. أهلا بيك أمير، وربنا يخليك يا رب، نور بوجودكم، ومبروك تأهل النادي الأهلي لدور الثمانية في أفريقيا. مبروك لكل جماهير الكرة المصرية، لأن الأهلي أكيد في مباراة الأمس كان بيمثل مصر، وده أمر مهم جدا، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. لكن طبعا عايزين نتكلم في المباراة وأحداثها، رأيك فيها إيه بالتحديد فنيا الأول؟ خلينا نبتدي فنيا. رأيي للأسف مش هيعجبك فنيا خالص. ليه؟ لان بكل الظروف اللي حاطت في المباراه وكل الاجواء اللي اتعملت فيها المباراه فنيا للاسف كارثيه. كارثيه طبعا. انت بتتكلم فنيا كمباراه ولا بتتكلم كمباراة؟ كاداء النادي الاهلي. لا 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 لا، ما اتكلمش على اداء، لسه انا لسه دلوقتي هتكلم على اداء النادي الاهلي. انت بتتكلم بشكل عام، بتكلم فنيا كارثيه. ليه؟ لان الضغوط محاوطه الجميع، ضغوط محاوطه حكم المباراه قبل الماتش باسبوع، ضغوط محاوطه الهلال وجماهيره اللي عايزه تعدي بالماتش، جمهور، الضغوط محاوطه مستر ريني فايلر ولاعيبي النادي الاهلي اللي شافوا قد ايه في تربص وقد ايه في مشاكل جوه الملعب وقد ايه الموضوع كله مش في صالحهم امبارح. انا بتكلم على الموضوع فنيا. ليه بقى الموضوع مش فنيا؟ لو اتكلمنا على موضوع فنيات ومين الخطه كانت ايه وده عمل ايه وده عمل ايه والكلام ده كله، معلش سوري في اللفظ، هنبقى بنفتي. لكن نتكلم على ان الماتش ده انت عايز منه ايه؟ النهارده
مستر ريني فايلر ما حدش يقدر يلومه اطلاقا على موضوع الفنيات ده خالص. لاعب كره هجوميه، لاعب كره دفاعيه، لاعب بساط طوليه، لاعب مش عارف كرات بالونيه، كل ده ما حدش يقدر يلومه تماما. ليه؟ للظروف المحيطه بالماتش. لكن انت كان هدفك ايه من الماتش؟ حققته ولا ما حققتوش؟ حققته. طالما حققته يبقى نتكلم، نلغي بقى موضوع الفنيين خالص، ونقول ان التارجت بتاع الماتش، الهدف بتاعك اللي انت كنت عايزه حققته. واعتقد ان مستر ريني فايلر قدر انه يخرج بالماتش زي ما هو عايز بالظبط. ال 45 دقيقه الاولانيين لو اتكلمنا فيهم ما نادر هيل ما راحش باي كوره خالص. كون ان هو يدفع بايمن اشرف مكان علي معلول، اعتقد يعني نقطة ذكية جدا جدا. البعض انتقد والناس اتخضت، ايه ده علي معلول ما ابتداش الماتش؟ ما هو اكيد في واحد مثلا زي قطر الطاهر ده الباك طبعا طبعا لاعب في الهلال طبعا. ايمن اشرف عمل معاه بشكل ممتاز. ايمن اشرف بصراحة. ايمن اشرف كان نجم بالنسبة لي انا انا بالنسبة لي كلمنا عن قناعاتي، ايمن اشرف كان نجم المباراة الاول بلا منازع. يعني اذا كنا لعيبة الاهلي كانت كلها رجالة، كلها ما شاء الله كانت واقفه على رجليها والكلام ده كله، لكن ايمن اشرف تحديدا كان مميز جدا جدا في الناحيه الشمال. وده ان ده اللي بيدل على ان مستر ريني فايلر عنده رؤيه فنيه كبيره جدا. كل الناس بقى اللي كانت بتنتقد هو النهارده ليه ما بينزلش فلان، ليه ما بيلعبش فلان، التغييرات اللي في التشكيله اللي بيحصل كذا 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 كذا، اعتقد انه امبارح مستر ريني فايلر قدر يسكت كل هذه الاصوات ويقول ان هو اللي شايفه صح واللي هو عايزه هيتعمل. والدليل على كده ان قدر يكسب الماتش بتاع امبارح ويعدي بيه بتعادل. انا عايز اقول حاجه بس، ان قبل الماتش بلاتينوم ستارز اللي كان في دور المجموعات كان حاجه، وبعد ماتش بلاتينوم ستارز بقت حاجه ثانيه خالص. بمعنى امبارح لو شفت الماتش وشفت ماتش النجم الساحلي هتلاقي ان كل لعيبه الاهلي مركزه. كويس. النهارده انت داخل الماتش عارف هتاخد منه ايه. مش لازم تكسب النجم الساحلي 2 او 3، لكن طلعت بانتصار وخدت 3 بونت اللي كنت عاوزه. امبارح انت رايح برضو عايز تتاهل، مش عايز تكسب جون ولا 2 ولا 3. شخصيه النادي الاهلي ظهرت امبارح بشكل كبير جدا، بشكل كويس. شخصيه النادي الاهلي طبعا يعني انا كنت كتبت في مقاله ليا في جريده الجمهوريه من الخميس في العدد الاسبوعي، وقلت ان النادي الاهلي سهل جدا ان يفوز على النادي الهلال بشرط استحضار روح البطل او استحضار شخصيه البطل. امبارح كل لعيبه النادي الاهلي كانت ابطال، كلهم كانوا واقفين على رجليهم بشكل كبير جدا، كل واحد كان بيطلع كل اللي جواه. والدليل على كده ان فين هجمات الخطر بتاعت النادي الهلال؟ لا مفيش، ما كانش في اي هجمات خطر. طب الدروب اللي حصل امتى؟ الدروب اللي حصل عند النادي الاهلي بالظبط كده، بعد ما نزل الجمهور. اذا انا كنت فنيا كنت مسيطر على الماتش تماما وعامل كل حساباتي ومتقدم على يعني كنت فنيا جيد ولا مش جيد؟ انت كنت فنيا معلش ممتاز مش جيد. ما ده اللي كنت بتكلم بقى فيه في اول لا حاجة. فنيا انت ممتاز. ليه؟ انا بتكلم فنيا مش تكتيك جوه المباراه بالظبط. فنيا مش تكتيك جوه الملعب يا امير. فنيا انت كنت عايز ايه من الماتش؟ يعني الظروف اللي حاطط بالماتش والشغب اللي حصل التعامل معاها والتنشان اللي كان حاطط بالظبط كده. انت اتعاملت معاها ازاي؟ خدت اللي انت عايزه ولا لا؟ خدت اللي انت عايزه، حققت اللي انت كنت عايزه وكنت عايز تتاهل في النهايه، حققت اللي انت عايزه. فاعتقد ان مستر ريني فايلر شكرا جزيلا على الاداء بتاع امبارح، شكرا لعيبه النادي الاهلي وسط الاجواء والظروف اللي حاطت بالمباراه دي قدرتوا تتعادلوا. وما ننساش نشكر برضو الحكم المغربي رضوان جيد، انه كان بصراحه لو كان تهاون مع لعيبه نادي الهلال السوداني ولو كان قدر يعني يستجيب للاستفزازات اللي كانت شغاله عند الجمهور، اعتقد كانت هتبقى فيها مشكله كبيره جدا. تمام، اكيد دي امور مهمه من خلال مباراه الامس. وفي الحقيقه فعلا لعيبه النادي الاهلي امبارح كانوا رجاله وقدروا ان هم يؤدوا واجبهم وادوا اداء فني جيد. انا عايز اتكلم معاك بالتحديد زي ما اتكلمت عن ايمن اشرف، ومن ضمن اللعيبه اللي تعرضوا في بعض الفترات للانتقادات في لاعب اخر كمان هو مروان محسن، تعرض لانتقادات خلال الفتره اللي فاتت وفتره كانت طويله في الحقيقه. لكن ايضا تقييمك ليه في مباراه امبارح؟ انا ضد كل الناس اللي بتنتقد مروان محسن من فتره كبيره قوي. حتى اخر مره كنت معاك كنت بقول ان مروان محسن هو حتى الان يعني يستحق قياده هجوم النادي الاهلي. وسبحان الله يمكن في اخر حلقه كنت موجود معاك فيها كانت بعض الزملاء قالوا لي انت بتتكلم على مروان محسن بشكل كويس وبتاع والكلام ده كله، تاني يوم على طول ربنا وفقه جاب جونين. يعني حتى دخلت معاهم في مناقشه كده. ساعات الناس بتزعل لما بتتكلم على اللعيب بشكل ايجابي عشان وجهه نظرهم ان هو لعيب. هو للاسف المشكله ان السوشيال ميديا بقت مسيطره على عقول الناس. الناس بقت تاخد مبدا التكاوي اللي هو ايه اللي تشوفه تكتبه اللي تعلق عليه، ما بقاش فيه خلفيه كامله عن اللاعب دوت اذا كان هيديك اللي انت عايزه ولا لا. اولا مروان محسن امبارح كل الكرات العاليه كانت بتاعته، كل الاستحواذات كل الاستحواذ كان بتاعه، ادالك المطلوب منه بنسبه 100%. كان بينقصه ان هو يجيب اجوان،
اما بيتاح له الفرص فعلا ويقدر يجيبها، لان مروان شغله للاسف بيبقى عنده شغل كتير قوي بيصعب ان مهمته تسجيل الاهداف، واللي هي ان هو ازاي يستحوذ على الكوره، ازاي يقدر يمرر لزمايله، ازاي يستقبل كل الكرات اللي بتبقى جايه عليه، وبعدين هو المهاجم الوحيد بيبقى عليه ضغط كبير جدا. لكن انا شايف ان مروان امبارح عمل ماتش عظيم جدا. ايمن اشرف عمل ماتش رائع جدا واتكلمنا عليه. انا عايز اقول ان كل الناس اللي كانت يعني في الاول مثلا قال لك ايه مستر ريني فايلر ده مش عايز اللعيبه الكبار، ده مش هي ده بعد ما ديانج قعد ماتشين اول ما جه والكلام ده كله، ده مش عاجبه ديانج، ده مش عارف ياسر ابراهيم اللي هو جاي قعد ماتشات كتيره مع مستر ريني فايلر، فقال لك لا ده مش عاجبه ياسر ابراهيم ومش مقتنع بيه. كل الحاجات دي راحت فين امبارح؟ لو بصيت على كل لاعب من دول هم نجوم الماتش، بس جزئيه ياسر تحديدا حتى لو الراجل ما كانش مقتنع بيه او شايف ان ياسر ناقصه حاجات فنيه معينه، فهي حاجه تحسب لياسر طبعا في التعديل طبعا عشان يبقى يلعب بشكل اساسي وينجح في الظروف بشكل جيد. دي حاجه تحسب لياسر يعني بصراحة. انا من ملاحظتي لمستر ريني فايلر هو عنده حاجات كده صغيره انت ممكن تستشفها في كل مباراه. تمام. الحاجه الاولانيه ان هو اللعيب الباسير اللي بيقدر يباص الكوره كويس هيبقى من ضمن الاولويات في التشكيله الاساسيه بتاعت مستر نيفايد. يمكن دي كانت مشكله عند ياسر ابراهيم في البدايه، لكن دلوقتي بقى يقدر يباصي بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه ان هو دايما بيحتفظ بالاوراق الرابحه على مقاعد البدلاء للشوط الثاني، وامبارح قدر ان هو يغير الماتش بالناس اللي طبعا فرصه كهربا كانت سهله جدا، كانت تريح الدنيا كلها وكانت تخلي الامور ماشيه بشكل كويس جدا. لكن عايزين نقول ان هو مستر نيفايلر بيبقى عنده دايما احتياطي على الورق على الدكه، بيقدر يعمل بيه كل الحاجات اللي هو عاوزها. وفي الدوري غير وليد سليمان كتير جدا وقدر ان هو يسجل. انت في ماتش المقاولين العرب، في ماتش المقاولين العرب كان وليد سليمان كان احتياطي ونازل، والنادي الاهلي كان مطرود منه واحد وبيلعب ناقص قدام، ومع ذلك نزل وليد سليمان وقدر وليد سليمان ان هو يسجل الجول الثاني. فاذا كل الناس اللي كانت بتنتقد مستر نيفايل ارجوكم يعني خلاص، الراجل كل يوم بيثبت ان هو ماشي كويس جدا. وزي ما بقول لك في البدايه ان ماتش بلاتينيوم ستارز اللي اتلعب واللي كان ازمه كبيره جدا وصدمه كبيره جدا عند جماهير النادي الاهلي، يمكن هو ده انا شايفه ان الماتش ده هو الدافع وراء بالظبط كده، هو الدافع وراء المستوى المتميز اللي ظهر بيه النادي الاهلي سواء في ماتش النجم الساحلي او في ماتش الهلال السوداني امبارح. الناس بتحاول تقارن ما بين اداء النادي الاهلي في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، هل ده بيبقى او دي بتبقى مقارنه منطقيه؟ هي منطقيه ليه؟ لانك انت في ماتشات الدوري حقق العلامه الكامله. حلو. بتجيب اهداف بغزاره. واداء ممتاز. واداء رائع. تمام. طيب على ده بقى لما تيجي تقيسه فنيا على بطوله افريقيا هتلاقي في مشاكل. المشاكل بقى اللي هي ايه؟ انت في ماتشات الدوري معظم الدور الفرق اللي بتلعب قدامك بتلعب بتكتلات دفاعيه نازله في خطتها ان هي مش تجيب جوان فيك، ان هي لا تبدا تحسن دفاعاتها، ولو خرجت بنقطه قدام النادي الاهلي يبقى ده عملت اللي هي عايزاه. في افريقيا للاسف بتبدا الاستراتيجيه تتغير، بتقابل فرق كبيره، فرق اقوى، الفرق دي عايزه تكسبك، عايزه تسجل فيك اهداف والكلام ده كله. فهنا الجاب اللي حاصله ما بين ماتشات الدوري ماتشات افريقيا. لكن انا بقول وعلى عهدتي ان شاء الله ان كل اللي جاي افضل بكتير جدا، بتكلم على افريقيا افضل بكتير جدا من اللي راح. ايه معطياتك؟ معطياتي اولا ان الجهاز الفني واللعيبه عرفوا مؤخرا قيمه البطوله الافريقيه كويس، قد ايه هي بطوله افريقيا مهمه للجماهير، وقد ايه بطوله افريقيا مهمه للنادي، وقد ايه هم لازم يركزوا فيها بالشكل اللي ظهروا عليه في ماتش النجم الساحلي وفي ماتش الهلال السوداني. صح. كمان عندنا رمضان صبحي جاي كويس. داخل في التشكيله قريب. كل ده هيفرق في الـ في الـ في الـ في شويه المشاكل والحاجات اللي حصلت، هيفرق في تشكيله النادي. واعتقد ان يعني مشكلتنا الوحيده اللي جايه في الادوار اللي جايه ان انت بس هتلعب ماتشك اللي جاي هيبقى على ارضك اولا، الاولاني على ارضك والاياب هيبقى بره. لكن ان شاء الله انا واثق ان احنا نقدر نخلص، هنقدر نعمل حاجات كويسه جدا في الماتش اللي في القاهره. وبعد كده عمرك ما هتقابل كل الضغوط اللي شفتها امبارح. بالظبط. انت عارف انا اكتر حاجه عجباني في مباراه امبارح ايه؟ بالزبط. الضغط الجماهيري اللي كان موجود من فريق الجمهور الهلال. بالظبط كده. ان الاهلي اتحط او لعيبه الاهلي بالتحديد عارف عامل اتحطوا في تمام. التوقيت ده تمام. الضغط الجماهيري تمام. ده لان احنا عندنا لعيبتنا في مصر للاسف الفتره اللي فاتت مش متعودين على الضغط الجماهيري، وده مؤثر على المنتخبات وعلى الانديه بشكل عام. بالظبط كده. فان انت مش هتشوف في كل الاحوال ضغط جماهيري اصعب من اللي انت شفته طبعا امبارح. فانت اتعودت على الجزئيه دي خلاص بقى تتلاشى معاها. انت امبارح تحديدا قابلت اللي عمرك ما هتقابله في البطوله لغايه ما تخلص. بالظبط كده. خلاص سواء كنت تلعب مع فرق عربيه او مع مش فرق افريقيه خلاص ما بقاش في موجود. وبمناسبه الجمهور يعني انا نفسي اوجه رساله اتفضل للمسؤولين. النهارده
النادي الاهلي كان بيلعب في الترجي من سنتين في نهائي بطوله افريقيا بالزبط. والباص اتحدف عليه طوب وهشام محمد اتعور صح كويس صح وقالوا شغب نصر كانت بتلعب مونديال اللي هو سوري بطوله افريقيا لليد من الاسبوع اللي فات قدام منتخب تونس ومعدين وفوزنا والكلام ده كله واتحدف عليهم ازايز في الصاله والكلام ده كله النادي الاهلي امبارح كسبان وعامل ماتش كويس جدا قدام الهلال والجماهير بتنزل الملعب والكلام ده كله كل ده بيتحط تحت بند الشغب طبعا احنا جمهورنا محروم من انه يبقى في الاستاد تحت بند الشغب لا في مفيش جمهور لا من النادي الاهلي ولا من نادي الزمالك ولا من اي انديه موجوده في الدوري او موجوده في مصر تجرؤ ان هي تنزل او تعمل الشكل اللي حصل سواء كان في الترجي في تونس او كان في ملعب في صاله رادس مع كره يد ولا امبارح في ماتش الهلال السوداني اعتقد ان على المسؤولين يا جماعه ارجوكم النهارده احنا بلدنا الحمد لله امنه مستقره لله. عندنا استقرار كبير جدا عندنا سيطره كبيره جدا الفان اي دي بقى كل واحد يقدر يخش بيه الاستاد دلوقتي ومعروف هو موجود فين بالظبط فانا الفتره اللي جايه سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك او النادي المصري البورسعيدي او نادي بيراميدز في الكونفدراليه ارجوكم افتحوا الملعب يبقى كومبليت للجماهير ان هي تحضر شفنا امبارح كان في 65,000 متفرج كان موجود في ماتش الهلال السوداني كانوا بيدفعوهم بيدعموهم قد ايه احنا جماهيرنا يعني احنا اولى بدعم جماهيرنا دينا صح. احنا يعني خلاص صعد النادي الاهلي وصعد نادي الزمالك للدور الثمانيه اعتقد ان ده يعني اكبر فرصه واحسن اختبار للجماهير ان هي تشارك وزي ما قلنا كان عندنا بطوله افريقيا وشاركنا وعملنا والامور خرجت بشكل كويس جدا عشان كده اتمنى ان المسؤولين في مصر يستوعبوا ما حدث بالامس وان هم يقدروا يفتحوا المدرجات للجمهور لان فعلا النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري محتاجين لجماهيرهم في الفترات اللي جايه او بدايه من دور الثمانيه استاد القاهره طبعا لا اعتقد ان شاء الله يعني بالموافقه موضوع بقى ان 15,000 و10,000 و20,000 والكلام ده كله ما اعتقدش بقى ينفع تماما خلاص لا احنا محتاجين الكابستي بتاعه الاستاد كلها تبقى مليانه محتاجين الجمهور يبقى مؤازر وموجود بقوه الجمهور الكره المصريه بقى اكثر وعيا من المشاهد اللي احنا بنشوفها وجماهير مثلا بعض جماهير السودان والاحداث اللي حصلت او بعض الجماهير التونسيه طبعا مع كامل الاحترام والتقدير للجميع يعني لكن احنا عندنا خلاص الجمهور في مصر بقى واعي جدا جدا كيفيه التشجيع وكيفيه مسانده ومؤازره كل فريق يخص كل جمهور يعني هل ده مشهد نرضى عنه هل ده طب هل المشهد ده حصل عندنا في ملاعبنا حصل زمان زمان حصل زمان. اوكي احنا بنتكلم على الفتره الاخيره بنتكلم على الفتره الاخيره خلاص الفترة الأخيرة. كل استوعب الدرس خلاص كل استوعب الدرس وكل عارف انه لو لا قدر الله اي خروج عن النص مش هيتساب وبالتالي لا يعني ان شاء الله لو الجماهير رجعت المدرجات بالكابستي بتاعه الاستاد كامله اعتقد ان ده هيأثر كتير جدا في النتائج اللي هتبقى على ارضنا في الماتشات اللي هنلعبها سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي اللي يمكن هم بعيد شويه الفتره دي بسبب الاصابه لكن ايضا لاعب بارز في صفوف الفريق وقدر ان هو يفوز بعدد كبير من الالقاب مع النادي الاهلي سعد سمير مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير ومساء الخير على كل ضيوفك. اهلا بيك يا سعد اخبارك ايه كله تمام؟ كله تمام والله بخير الحمد لله. طمنا في البدايه على رجلك ايه الاخبار والتطورات ايه؟ والله كله تمام الحمد لله شغال في البرنامج العلاج الطبيعي بعد العمليه وشغال بشكل كويس. والحمد لله يعني الدكتور طمني والامور ماشيه بشكل كويس وهرجع ان شاء الله اكمل البرنامج بتاعي ومع 10 سنين ان شاء الله. في المانيا الاول هتروح المانيا وبعد كده ترجع لمصر ها؟ هبقى في المانيا اكمل اسبوعين العلاج البرنامج وبعدين بنزل بقيه البرنامج بكمله في مصر بقعد شهر وبعدين ارجع لهم تاني كده يعني. المده بتاعت الاصابه يا سعد بالتحديد كام شهر؟ لان في كلام كتير جدا بخصوص الفتره اللي هتغيبها عن الملاعب. لا هو الدكتور الجراح محدد لي ست شهور لو الحاله اتحسنت او الامور ماشيه بشكل كويس على حسب الرؤيه ممكن المده تقل عن كده. لكن مبدئيا من 5 لـ6 شهور يعني. ده امر جيد وان شاء الله ترجع بالسلامه للملاعب يا سعد واكيد النادي الاهلي مفتقدك خلال الفتره الحاليه، بالتالي عايز اتكلم معاك بخصوص مباراه الامس وشفت المباراه ازاي وتاهل النادي الاهلي للدور ربع النهائي. الحمد لله يعني اهم حاجه النتيجه ان احنا صعدنا، نفسنا ان طبعا نصعد في المركز الاول كان هيفرق معانا وان احنا نلعب المباراه الثانيه على ملعبنا كانت هتدينا افضليه. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل لكن في ظل الظروف اللي كانت موجوده امبارح وظل الاحداث مباراه كانت صعبه في احداثها لكن على المستوى الفني طبعا احنا يعني النادي الاهلي او فرقتنا يعني عندها فوارق كبيره لصالحنا يعني لكن الاحداث اللي كانت موجوده والاجواء كانت يعني كويس ان لعبتنا خرجوا بشكل سليم وان هم رجعوا كويسين دي اهم حاجه فخطوه وانتهت مركزين في اللي جاي عندنا ماتشات مهمه سواء في الدوري او سواء في افريقيا
يعني انا شايف ان الموسم يعتبر ابتدى فعليا من دلوقتي. ابتدى دلوقتي فجزء الاهم في الموسم، فده يتطلب ان كلنا نركز، ويتطلب ان كلنا يكون هدفنا الواحد هو الفوز ببطوله افريقيا، يعني هو ده الهدف الرئيسي. وانا شايف ان احنا لو مركزين في الهدف ده هنحققه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انت سعد من اللاعبين الكبار مع النادي الاهلي واللي حققت بطولات كتير قبل كده بما فيهم بطوله دوري ابطال افريقيا، عايز اعرف كلامكم كلاعبين كبار مع الفريق خلال الفتره الحاليه بيبقى ايه قبل حتى ما انت تتصاب وكده، الكلام ايه، الثقافه بتاعت لعيبه النادي الاهلي ازاي بخصوص عوده هذا اللقب الغائب عن الفريق يعني؟ والله امير يمكن يعني النادي الاهلي في ميزه ان هو عنده مجموعه كبيره من اللعيبه او عنده مجموعه من اللعيبه القدام اللي فازوا بالبطوله الافريقيه ولعبوا كاس عالم انديه ويعني ولعبوا سوبر افريقي، فعاشوا التجربه دي استمر اللي هم يعني شهور كريم فطران سعد سمير وهيثم كمان يمكن الخمسه دول الموجودين اللي فازوا ببطوله افريقيا ولعبوا كاس عالم انديه وشاركوا في البطولات. فاحنا دايما بنقول للعيب يعني قيمتك في النادي الاهلي تبتدي يبقى ليك قيمه في النادي الاهلي من بعد الفوز ببطوله افريقيا، قبل كده كل ده انت لعيب عادي في الاول وفي الاخر انت لعيب عادي. طبيعي ان انت تكسب الدوري، طبيعي ان انت تكسب كاس، طبيعي كل ده عادي يعني. لكن بيبتدي يبقى ليك اسم وتاريخ في النادي الاهلي لما بتكسب بطوله افريقيا. لما بتروح كاس عالم انديه بتلعب كاس عالم وبتحقق هناك يعني، احنا خدنا طبعا الجيل اللي خد ثالث انديه كان هم الجيل الاكبر مننا، احنا وصلنا خدنا رابع بعد كده. فاحساس ثاني خالص ومختلف، وبتحس ان انت في الاجواء دي ان انت لعبت كوره بجد. بالظبط. واحساس الفوز ببطوله افريقيا مع النادي الاهلي ده ما يساويش اي حاجه ثانيه في الدنيا يعني، ده اغلى لقب انا بشوفه يعني. ده اللي بنقعد نقوله بنكلمه، لان احنا عندنا عدد كبير من اللعيبه اول سنه ليها او ثاني سنه في بطوله افريقيا. بالظبط. فبنحاول ننقل الكلام ده كله عشان ده مهم يعني. واسم النادي اللي انت بتلعب له يخوف اي حد مهما كان المنافس، اسم النادي الاهلي لوحده يخوف اي حد، فبالتالي طبعا انت من الانديه اللي ليك تاريخ وليك ماضي وليك اسم كبير وليك حاضر ومستقبل كبير. فمن خلال العوامل دي كلها لازم تبقى انت شخصيه قويه جوه الملعب، هو ده اللي يفرقنا عن اي حد تاني ان انت تبقى شخصيه قويه. فده اللي بنتكلم فيه دايما يعني. طيب البعض بعد مباراه امبارح يا سعد بيتكلم على ان الاهلي بقى تاني لمجموعه، فبالتالي هو هيقابل مازيمبيا او سان داونز او الترجي، ففي تخوف عند البعض بخصوص هذه المواجهات التي قد تحدث مع النادي الاهلي. ثقافه برضه لعيبه النادي الاهلي وبيفكروا ازاي بخصوص الجزئيه دي تحديدا؟ احنا يعني تفكيرنا مرتبط بالقرعه. يعني ما فيش يعني انت مش ما عندكش حريه الاختيار. ودايما احنا بنقول الاختيار اللي بيجي لنا بيبقى هو ده الاختيار الانسب. كويس. اللي هو ده اللي هيناسبنا، هو ده اللي من خلاله ان احنا هنوصل للهدف الثاني اللي هو توصل الدور قبل النهائي. الحاجه الثانيه لما تيجي تصنف الفرق كلها انت ما فيش في ايدك ان انت تختار او ما عندكش حريه الاختيار، لان الفرق كلها قويه. وهو مش طبق في حاجه حلوه هتاكل منه والطبق الثاني ما فيهوش، لا الاصناف كلها زي بعض. فمش هتفرق اي فرقه من اللي انت هتاخدها قد ما يفرق انت عايز ايه. كويس. انت عايز تكسب هتكسب مهما كان المنافس يعني. صح. وصلنا مره بنقول في النادي الاهلي كده، المشكله بتبقى عندنا احنا مش عند المنافس. المشكله لو انت عايز تكسب وعايز تحقق الهدف هتحققه ان شاء الله يعني بتوفيق ربنا وبشخصيه الفريق البطل وبشخصيه النادي الاهلي يعني. ده امر مهم جدا. بالتالي النهارده عايز اخد رايك في جزئيه مهمه، او مش رايك يعني تعليقك على تصريحات شريف اكرامي ونهايه الموسم بالنسبه له هيكون اخر موسم مع النادي الاهلي. كلامك عن شريف ممكن يكون ايه او رايك في اللي قاله يعني؟ والله يا امير انا ما اعرفش يعني، كنت لسه بتمرن ولسه مخلص يعني، لسه يعني قبل ما اكلمك عرفت عرفت التفاصيل. بس طبعا شريف من الناس اللي يعني على المستشفى الناس القريبه على يا ريت يا سعد تتحرك يمين او شمال شويه بس عشان نسمعك، الصوت بيقطع معانا يا جماعه. سعد هنحاول نرجع لسعد سمير تاني احد نجوم النادي الاهلي الكبار والغائبين خلال الفتره الحاليه، وتصريحات مهمه من سعد. مهمه بس انا كنت اتمنى ان في اجابه تبقى اجابه لسعد سمير على السؤال بتاع انت شايف الفتره اللي جايه الدنيا اللعيبه هتتعامل ازاي مع الكلام ده، ان اسمع منه ان النادي الاهلي مش هيهاب اي حد. تمام. يعني انا عايز اسمع منه ان اللي عايز البطوله او اللي عايز اللقب
بيهموش يقعد قدامنا. هو قال كلام نفس المعنى. لا هو قال ان احنا بناء على الفريق اللي هيقعد قدامنا هنبدا نشتغل عليه وده اللي هيعدينا. بس قال لك ايه؟ قال لك انت اللي بتحدد انت عايز ايه. بالزبط. انت لو عايز البطوله مش هتبقى اي حاجه. اللي انا قصدي عليه ان انت كنادي اهلي خلاص انت اتحطيت في موقف ان انت رايح للنهائي. يعني عايز تروح للنهائي بقى هتقابل بقى اي فرقه من الفرق اللي موجوده. طبعا الفرق اللي موجوده كلها ليها كل الاحترام والتقدير. ويمكن عايز اتكلم على الموضوع ده بان طموحات كبيره جدا عند كل الفرق دي. ولو بصيت هتلاقي الاول مره في دور الثمانية كل الفرق اللي موجوده حصلت على لقب قبل كده. يعني لو بصيت النادي الاهلي خد 8 بطولات، نادي الزمالك خد 5 بطولات، مازيمبي 5 بطولات، الترجي 4 بطولات، الرجاء 3 بطولات، سان داونز بطوله، النجم الساحلي بطوله، الرجاء البيضاوي باخد بطولتين. فكلهم عندهم نفس الطموح ونفس المشروع ان هم ياخدوا البطوله. فانا خلاص انا بقى مش هقول بقى ايه اتمنى اقابل ده او ما اقابلش ده او ان انا اعدي ده او ما اعديش ده. انا المفروض ان اتعامل مع اي فرقه هتيجي قدامي ان انا رايح للنهائي، مش رايح ان انا اعدي الفرقه بتاعه دور الثمانيه بس. فاعتقد ان ده مهم جدا في الفتره اللي جايه، ولازم يبقى التركيز عليه بشكل واضح جدا ان انا ايا كانت القرعه اللي هتتعمل يوم الاربعاء وايا كان الفريق اللي هيقع قدامي انا خلاص انا رايح للنهائي، ما بفكرش غير في النهائي او في اللقب او في غير اللقب اللي المفروض اخده. يمكن هو كان بيكلم كابتن سعد سمير على موضوع عن اهميه البطوله الافريقيه قد ايه، وده اللي ظهر في الاخر ماتشين تحديدا. انا دايما بتكلم على مثال، بتكلم على ماتش النجم الساحلي وبتكلم على ماتش الهلال السوداني، لان فعلا انت احساس اللعيبه جوه الملعب تحس انه مختلف يا امير عن بقيه الماتشات اللي قبل كده. يمكن قبل كده كان الموضوع ان احنا هننزل هنلعب نتوكل على الله، يعني سواء كسبنا سواء تعادلنا سواء حصل اي دروب لينا والكلام ده كله مفيش مشكله. لكن لا، الماتشين الاخرين تحديدا انت نازل عارف عايز ايه من الماتش بالظبط. عايز تكسب ماتش النجم وعايز تتاهل من ماتش الهلال، خصوصا ان الحسابات في اللي جاي مختلفه تماما عن اللي فات. يعني طبعا يعني البعض بيقيم بمستويات مثلا الاهلي الفتره اللي فاتت في افريقيا والفرق الثانيه والكلام من ده، بتبقى مختلفه في الادوار. طبعا انا اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني نفسه استوعب الدرس بشكل كبير جدا. استوعب الدرس بشكل واضح جدا ان لا احنا كبار في القاره ودينا اسمنا ولنا شخصيتنا ولينا تحدياتنا المفروض المشروعه اللي جماهيرنا كلها مستنياها. وبالتالي الفتره اللي جايه او الماتشات اللي جايه للنادي الاهلي في البطوله لو كمل فيها ووصل فيها للنهائي ان شاء الله، اعتقد انه هيختلف تماما عن اي ماتشات اتلعبت قبل كده في مع بدايه البطوله. يعني خلاص التركيز بقى واضح جدا على اللقب. النهارده احنا عدينا مرحله زي ما قلنا صعبه جدا. المرحله اللي جايه اعتقد هتختلف كليا عن المرحله اللي فاتت. يعني والاهلي قدها باذن الله، قدها ان شاء الله، يقدر باذن الله تعالى ان شاء الله. عايز اخد تعليق برضو منك على جزئيه شريف اكرامي وتصريحاته او تويتاته اللي كتبها على تويتر. طيب مبدئيا خلينا نتكلم ان شريف اكرامي لعيب قائد في النادي الاهلي كويس، تعامل باحترافيه شديده جدا مع الموضوع ان هو يعلن ان هو خلاص نهايه السيزون هيبقى بره النادي الاهلي. لكن للاسف انا الشيء الوحيد اللي اخذه موضوع التوقيت. التوقيت ما كانش ان التوقيت يحصل في التوقيت ده تحديدا، يعني خلاص ايا كانت النتيجه طالما انت شريف هتسيب النادي الاهلي والكلام ده كله، اعتقد ان توقيته النهارده بالذات صعب جدا، واحنا مقبلين على مرحله يعني صعبه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا. كل الناس كامل الاحترام طبعا لوجهه نظره اكيد، طبعا يعني اكيد. لا انا بتكلم على ان ايه، ما فيش يعني 8 سنين مؤخرا في النادي الاهلي شريف اكرامي 18 بطوله، قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب. هو في الاحوال هو نجم كبير جدا. الصوره الاخيره جداً. الصوره الاخيره اللي كانت في ماتش النجم الساحلي بعد نهايه المباراه مع شناوي، هو بيهني شناوي والكلام ده كله، بتنم عن قياده وبتنم عن وعي كبير جدا وبتنم عن لعيب ذو ثقل وذو موهبه وذو عقلانيه كبيره جدا شريف اكرامي. واعتقد ان كانت دي الرساله اللي كانت ممكن تستمر لنهايه الموسم. انا طبعا مع كامل احترام شريف اكرامي، ربنا يوفقه في اللي جاي وربنا يكرمه ان شاء الله، لكن انا معترض على موضوع التوقيت فقط لا غير. التوقيت بس التوقيت هو اللي بالنسبه لي مش ما كانش مناسب يبقى في التوقيت دوت. يعني لو كنا اجلنا الموضوع شهر او شهرين والكلام ده كله كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. يعني اكيد نتمنى لشريف اكرامي كل التوفيق، سواء القرار الخاص بيه ده هيتنفذ على ارض الواقع، واضح جدا من خلال رؤيته هو ان هو خلاص واخد قراره، لكن في نفس الوقت اكيد النادي الاهلي ليه راي. ممكن يكون النادي الاهلي متمسك بالحارس بشكل كبير جدا، ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، لكن كل الاحترام والتقدير طبعا لراي شريف اكرامي، ويبقى لاعب من اللاعبين اللي سطروا تاريخ فعلا مع النادي الاهلي. اي لاعب بيجيب بطوله دوري ابطال افريقيا يبقى عامل تاريخ مع النادي الاهلي. طبعا شريف اكرامي من اللاعبين دول، يعني كل الاحترام والتقدير ليه طبعا، هو لعيب مميز. بالتالي الاهلي عنده مواجهات صعبه جدا على مدار الشهر الحالي، بخلاف مباراه امبارح 6 مباريات اخرى هتبتدي ببيراميدز، الجيش، المصري، 2 زمالك لحد دلوقتي، تمام،
ومباراه ما تتفائلش قوي باتنين زمالك دي. ما انا بقول لك لحد دلوقتي لحد دلوقتي لان اكيد مليون في الميه انا حاسس ان لازم في هيحصل تاجيل للماتش بتاع الكمال. بس التصريحات اللي خارجه من اتحاد الكوره كلها بتاكد عن الماتش في موعده. الماتش في ميعاده ومفيش وقت تاني لمباراه الاهلي والزمالك. نتمنى ذلك اعتقد ان بالنسبه لي طبعا المباراه اللي هتكون في اخر الشهر خاصه بدور الذهاب. يعني انا بالنسبه لي اهمهم ماتش بيراميدز اللي جاي. اهمهم طبعا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان بيراميدز السنه اللي فاتت الوحيد اللي قدر يتغلب على النادي الاهلي سواء كان في الماتشين بتوع الدوري او في ماتش الكاس. في لعيبه كتيره جدا من الجيل الحالي اللي موجودين كانوا موجودين السنه اللي فاتت. كل اللعيبه دي محتاجه لاستعاده الثقه في الماتشات اللي زي دي وتحديدا قدام بيراميدز. يعني في لعيبه كتيره جدا فازت على نادي الزمالك في ماتش السوبر وفي لعيبه فازت على نادي الزمالك في السيزون اللي فات. لكن في لعيبه كتيره موجوده في الفرقه ما فازتش على بيراميدز لحد دلوقتي في الثلاث ماتشات اللي لعبهم النادي الاهلي. فان انت تكسب بيراميدز يوم الخميس على ما اعتقد. ايوه الخميس ان شاء الله. الخميس ان شاء الله. ان انت تكسب بيراميدز في التوقيت ده بعد ما انت تاهلت في بطوله افريقيا هيفرق معاك كتير جدا رغم ان الفرق واضح في جدول الدوري ما بين النادي الاهلي اللي هو لاعب تقريبا 12 مباراه ب 36 بونت والمعظم الفرق الثانيه لعبه 15 بونت وتحتيه اقرب منافس ليه متاخر عنه باربعه بونت غير الثلاث ماتشات متاجله. لكن انا شايف ان زي ما بقول لك الفرق الفنيه اللي موجوده في الدوري لكن معنويا اهم ماتش في الماتشات دي كلها سواء كان مواجهه بيراميدز او مواجهه المصري او ماتشين الزمالك او كلامك او الماتش الاخير في افريقيا هي مواجهه بيراميدز لان المواجهه دي هتعيد الثقه للجمهور في امكانيات اللعيبه كمان بشكل كبير قوي قدام بيراميدز وفي نفس الوقت هتمحي اي ذاكره سيئه عند لعيبه النادي الاهلي من اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت واتهزموا قدام بيراميدز سواء ماتشات في الدوري او في ماتش الكاس اللي خرج منه الاهلي على يد بيراميدز. لكن هي كلها في الحقيقه مباريات غايه في الاهميه. طبعا اكيد انا بتكلم على اهمهم يعني. طبعا أهمهم. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المواجهات على مدار الشهر الحالي وينجح فيهم كلهم لان هي كلها تحديات مختلفه سواء محليا بخصوص الدوري او محليا بخصوص السوبر او افريقيا كمان بخصوص ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. يا استاذ طارق نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير. بشكرك. بتنور بيك دايما. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا كنا بنحاول نجيب ساعه ثاني لكن الواضح ان هو خلص التمرين وماشي في طريق الشبكه بتقطع يعني مش عارفين نوصله لكن في كل الاحوال كانت مداخله مهمه جدا كمان من سعد واكيد بنشكره شكرا جزيلا على المداخله دي والتوضيحات الهامه كمان بخصوص عقليه وتفكير لاعبي النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه واللي احنا متاكدين منه ان هم كلهم اكيد عايزين يجيبوا البطوله ويسعدوا جمهور النادي الاهلي تحديدا بطوله دوري ابطال افريقيا. بشكر كمان الاستاذ طارق عوض كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم ودي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده واخبار جديده متعدده عن النادي الاهلي واخبار محليه وعالميه كمان. استنونا بكره. الى اللقاء.